يبدو أن الأجواء الباردة التي تعيشها مونريال الكندية والثلوج البيضاء المتراكمة عبر كل الشوارع والأزقة لم تحد من عزيمة الجالية المغربية بمونريال لتتبع الإنجاز الكبير الذي صنعه الرجاء البيضاوي في كأس العالم للأندية. العلم الوطني الأحمر ونجمته الخضراء مغروس في القلوب البيضاء للمغاربة العاشقة للوطن وكرة القدم. جماهير غفيرة من الجالية المغربية بمونريال الكندية تابعت الحدث الكبير لمونديال الأندية والإنجاز الأكبر للرجاء الرياضي. المباراة النهائية شادت الأنفاس والجميع هنا بتركيز كبير وقلوب مشدودة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنغتنموا هذه الفرصة ديال الفينال ديال الرجاء كونتر بايرن ميونخ باش نوجهوا التحية الرجاوية من هنا من مونريال فخاطر جميع الرجاويين وجميع المغاربة أجمعين. المقابلة ديال الرجاء اللي غتلعب اليوم مقابلة زعما الصراحة ناجحة في الكرة ديال المغربية. أون إسبيغ كو الرجاء فاغاني بي سافا تخي ماتش ديفيسيل مي ديما رجاء الوليدة سيفتي العاقة الرجاء باقا. الأداء كان مبهر للرجاء أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ ورغم الهزيمة بهدفين دون رد فالكل خرج مقتنعا بما قدمه الرجاء الرياضي في المباراة وفي المونديال برمته. يكفينا فخر بأن فريق الرجاء وصل لهذا المستوى هذا ويعني وعطى صورة مشرفة لكرة القدم المغربية، وبالتالي يعني مهما يكون يعني النتيجة ديال اليوم يعني الرجاء فاز وربح بقلوب المغاربة. افيك مي كومباتريوت هنايا اون في هاد لو مومون هيستوريك. Donc, une chose est certaine, notre nation a été toujours une grande nation de football, donc ce n'est plus à démontrer. Donc, je tiens à féliciter, je suis oui dédi de cœur, mais aujourd'hui je supporte le Raja et je supporte le football national. فريق الرجاء البيضاوي حلق عاليا في مونديال الأندية ومعه صدحت حناجر الجالية المغربية المقيمة بكندا مهارلة بالنصر الكبير للفريق الأخضر في انتظار مقبل الإنجازات في مونديال الأندية 2014.